بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عملي عبارة عن رسم زخارف نباتية حديثة على أعمدة المدرسة، وبعض الزخارف عند مسرح الإذاعة. طبعا كل وضعية ليها شكل معين، يعني مثال إذا أنا كنت واقف في الساحة حق الطابور بشوف المنظر هذا، ولو أنا هذا باقي المنظر، ولو أنا بمشي من خارج الساحة بطل على المنظر هذا كده، وهذا كده، ولو أنا جاي من الطريق المعاكس أي عند دخول الباب من باب المدرسة، تصير الأعمدة كده بالشكل الثاني هذا. على الامتداد وهنا واللون الثاني، طبعا هذا خلفية المسرح من الخلف، الحين نفس الشكل، وهنا نفس الشكل برضو من الخارج، يعني من الاتجاه هذا الشكل الأزرق هذا ومن الاتجاه هذا العكس. هلا